مرحبا، ما تقول لي كآبي، ما تقول لي عندك ديبريشن، ما تقول لي انا زعلان ومني بالمود، ما تقول لي ما فيني احكي مع حدا، ما تقول لي ما قدران اتحمل اكثر. بدي اقول لك شغلي، احد التابعين اسمه يحيى بن اكثم كان يضرب به المثل بالحلم وبالصبر. سألوه: من وين تعلمت الصبر؟ من وين تعلمت الحلم؟ قال لهم: من صحابي اسمه قيس ابن عاصم. وشو قصة قيس ابن عاصم؟ قيس ابن عاصم ابن خيه قتل ابنه. تصور، ابن خيك قتل ابنك، شو عمل وشو صار؟ امسكوا القاتل اللي هو ابن خيه وجابوه لعنده، كتفوه ربطوه. تتخيل شو كان جوابه؟ قال لهم: فكوا عنه، فكوه. وخاطب ابن خيه القاتل وبيقول له: عصيت ربك وقطعت رحمك، ولا تصبر زوجته اللي هي ام الولد المقتول عطيها 100 ناقة لتصبر. فصار يضرب به المثل بالحلم وبالصبر. تسألني شو الحلم؟ بقول لك الحلم هو الصبر على أذى الناس وعلى سوء معاملتهم، وأنه ما ترد الإساءة بالإساءة. لذلك منقول الصبر شيمة الصالحين، عادات الصالحين، عادات الأنبياء والأولياء. طبعا بدنا نصبر، نحن منا بالجنة والدنيا لا تصفو لأحد. فاتباعك لعادات الصالحين، اتباعك لعادات الأنبياء والأولياء، هيدا بكون أحسن العادات. فلقد قيل: عادات السادات سادات العادات.